الميديا وبعد اللي حصل معاها من سرقة مجوهراتها وهي في الفندق في الجزائر، وكانت أكدت ده على الستوري بتاعها وقالت إن علبة المجوهرات كاملة اتسرقت منها، مع إن كانت حاجة جوزها موجودة اللي هو أبو جبل، لكن للأسف حاجتها هي بس اللي اتسرقت. وأكدت النهاردة وقالت إن في ناس كتير بتحسدها، لكن بتحسدها لسبب أو لشيء معين. طبعا بتمنى الخير لسمارة، وربنا يبعد يا رب عنها كل حاسد وكل حاقد والعيون السوداء، ربنا يبعدهم عنها يا رب. وكان النهاردة أحدث ظهور ليها الفيديو الجميل اللي حطته لنا من خروجتها في تركيا، وكان أبو جبل أيضا وضع فيديو لفرح أحد أصدقائه. بنتمنى لهم التوفيق ومنتظرين دعواتكم الحلوة ليهم، والسلام عليكم.